ابوي هلا بحبيبي، هلا هلا بعد عمري، هلا هلا والله هلا، شلونك؟ طيب انا طيب حالك. لا الحين لو وصلنا مكه ان شاء الله على خير واعتمرنا. وعزوز منين بنقصر له الشعر؟ لا حواجب ولا شعر، فلس مسكين ما في شعور والله جد. منين شفتك شفاه؟ ايه شفته شفته. شلونك ابو عبد العزيز؟ راح راح البس حرامك، ترى 60 70 كيلو ان شاء الله نوصل الميقات. راح 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 ابوي راح الكثير ما بقى الا الغليل. تعال بتروح حق ايش؟ حق العمره. فبعد نوصل الرياض احنا استريح استريح استريح. نعم صدق هو قلبي. ايش رايك اسوي فعاليه؟ شنو هي؟ فعاليه بينك وبين سامي. فعاليه بألف ريال. ما شاء الله ألف ريال. ايه اخش فعاليه بألف ريال سهل جدا، بس ابيك يا ابو دويش تشغل الماكينه ذي، بس تشغلها ثواني بس. وخذ الألف بس شغلها ثواني. هات انا شغلها ثواني. خلاص انا بشتغل بلعب وياكم. شو العاب؟ انت فهمت الفعاليه ولا لا؟ شو اسم الفعاليه؟ بالعربي شوف لك واحد وشقل عليه الماكينه واحد من النايمين. طجران طجران طجران.